الخير، مساء الحب والحرية على كل مصري وكل مصرية. أهلا بحضراتكم معانا وحلقة جديدة من الباب المفتوح. النهاردة في الحقيقة هنتكلم عن مأساة بدأت تتكرر في حياتنا بشكل مخيف. ببساطة كده حياتنا ما بقلهاش أي تمن، بقينا كارهين الحياة. كلنا عايشين بنحاول، نتعب، بنجري، نجاهد، ندخل في صراعات، نخرج من مشاكل عشان نعيش متمسكين بنعمة الحياة. لكن في الحقيقة في ناس تانية بتقرر انها تسلم روحها للموت بمنتهى البساطه. النهارده هنتكلم عن الانتحار والنجون من محاولات الانتحار، وعلى فكره هم كتير جدا. وعايزه اقول لكم ان في دراسات بتقول ان اكتر من 100 الف مصري بيحاولوا ينتحروا كل سنه. واكيد حضراتكم تابعتوا الاسابيع اللي فاتت موجه الانتحار اللي اجتاحت الشعب المصري، وتم الاعلان عن 15 حاله انتحار في يوم واحد بس، منها السواق اللي شنق نفسه على طريق مصر اسماعيليه، والعامل اللي رمى نفسه من الدور السابع، والست اللي رمت نفسها قدام القطر، والشاب اللي أطلق الرصاص على نفسه، وغيرهم. الحالات كتير والنماذج كمان كتير، بس اللي لازم نقف قدامه أننا لازم نحلل كل حالة ونفهم إيه أسباب انتحارها وإزاي خدوا القرار ده، لأن كل حالة من الحالات اللي انتحرت بتعبر عن آلاف الحالات اللي بتفكر أنها تنتحر أو بتحاول أنها تنتحر كل يوم. النهاردة حلقتنا ببساطة رسالة موجهة لكل واحد وواحدة جه على باله ولو للحظة واحدة بس انه ينتحر، جه على باله انه يشرب سم او يقطع شرايين ايديه، ولا يرموا نفسهم من مكان عالي. عايز اقول لكم لازم تعرفوا انكم بترموا نفسكم في النار، لازم تفهموا ان ده مش حل، وانك كده بتحاول تعاقب غيرك بموتك او بتحاول ترتاح من مشاكلك بانك ترتكب مشكله اكبر. ولو كان الانتحار في الحقيقه حل كان كل الناس ماتت منتحره، ولو كان الانتحار بيريح كان كل واحد عنده مشكله انتحر وارتاح. الانتحار هروب لجهنم، هروب للجحيم. يمكن في أسباب كتير بتقف ورا حالات الانتحار، أهمها المشاكل الأسرية، المشاكل العاطفية أحياناً، والمشاكل المادية طبعاً، لكن دي كلها مشاكل أكيد في يوم من الأيام هتتحل. بس إحنا لازم نتمسك بالحياة عشان كمان الحياة تتمسك بينا. كتير من حضراتكم عنده مشاكل، بس أكيد كمان كلنا عارفين إن في ناس تانية عندها مشاكل أكبر. لازم نصبر ونحاول. في ناس ضعيفة ممكن تنتحر أو تفكر في الانتحار، ولو مرت بتجربة عاطفية فاشلة أو شوية ديون أو حتى مشاكل أسرية، ويمكن في الحقيقة الناس دي بتكون حساسة قوي ورغبتها في الانتحار بتبقى نتيجة عجزها الكامل عن إنها تغير واقعها. إحنا دلوقتي هنروح ونشوف أول حالة انتحار معانا أو أول حالة نجت من محاولة انتحار، وهي داليا. داليا بنت صغيرة جميلة فكرت في الانتحار مش مرة ولا اتنين، فكرت في الانتحار كتير لأنها ما كانتش قادرة تستحمل مشاكلها مع زوجها وأسرته. واضح انها كانت ضعيفه جدا، لكن بعد ما حست بقيمه الحياه هي دلوقتي عايشه وبتندم على كل لحظه مرت بيها فكرت فيها في الانتحار. تعالوا نشوف مع بعض داليا ونرجع مره تانية ومنتظرينكم. معايا في الحقيقه حاله داليا. داليا متزوجه وكمان ام وعمرها 28 سنه. هنسمع اهم سر في حياتها لحظه انتحارها. ازيك يا داليا؟ الحمد لله. عامله ايه؟ تمام. اول ما شفتك قلت لك هو في بنت حلوه كده تروح تنتحر؟ لان شكلك حلو. تمام. احكي لي الاول مين هي داليا. اهلي اولا متجوزين وانا عندي 16 سنه. ها. يعني اول ما البطاقه بتاعتي طلعت يعني زي ما تقولي ايه، دخلت من الدار للنار. كنت فاكره ان الحياه بعد كده هتبقى احسن. ان انا لما ابقى زوجه الحياه تبقى احسن. هاخد راحتي، هقدر ان انا اكمل تعليمي. انا معايا دبلوم تجاره. كنت متفقه مع الراجل اللي انا هتجوزه ده ان انا اكمل تعليمي فيما بعد. بس للاسف كل حاجه انا كنت رسمها في حياتي اتدمرت. طب وصفي لي حياتك اللي خليك تقولي انا هروح انتحر. انا اول فكره انتحار ليا من وانا حامل في اول عيل ليا. فكرت تنتحر؟ انت فكرت ونفذت. نفذتي اكتر من مره؟ نفذت اكتر من مره. اول مره فكرتي ازاي وانت حامل؟ كان الدكتوره مثلا بتكتب له روشته علاج، الروشته دي كنت اخدها من هنا واشتري العلاج، كنت اخد العلاج كله مره واحده. دي اول مره انا عملتها في حياتي. خدتي برشام كتير؟ خدت اللي برشام كله. طبعا رحت المستشفى جالي اجهاض منذر. حصل لك ايه؟ قولي لي بعدها بكام ساعه تعبتي؟ ايه اللي جرالك؟ مين اللي انقذك في ساعتها؟ في ساعتها حتى وانا في عز وانا يعني وانا حاسه فعلا ان انا، لان انا شفت الموت بعيني، في عز وانا بموت تخيلي انا كنت بمسح الشقه لحماتي وشايفاني عماله ارجع وبقع وبقوم
وهي عندها لامبالاه. طب قولي لي بقى، اول مره كنت حامل ما كنتش بتفكري في اللحظه دي وانت بتاخدي البرشام عشان تموتي نفسك، ما بتفكريش ان انت عندك طفل في بطنك، الطفل ده ممكن يموت معاكي او اكيد دي هيموت معاكي؟ في اللحظه دي الواحده ما بتفكرش في اي حاجه. ما فكرتيش انه اللي بيموت منتحر بيموت كافر؟ فكرت في كل ده. وعلى فكره يعني انا ببيت بابا يعني متدينين جدا. طيب دي اول تجربه ليكي تفكري تنتحري، انت بقى مع نفسك وانت قاعده ما كنتيش بتقولي انا ليه عملت كده؟ ما صعبتش عليكي نفسك انه حياتك وانت كبني ادمه تموتي كده؟ ما خفتيش؟ قلت كتير، قعدت بيني وبين نفسي وقلت كتير، قلت انا بني ادم زي ده ما يستاهلش ان انا اموت بسببه. كنت ابص في وش ابني واقول انا ما استاهلش ان انا اسيب الملاك ده وانتحر. ده اول تجربه انتحار. الخطوه الثانيه فكرت فيها امتى؟ الفكره الثانيه اما جبت بنتي الثانيه على طول. كنا في عيد، تخيلي ان انا عمري ما عيت وحسيت بالعده. كان الانتحار بشكل مختلف تاني مرة. تاني مرة ان انا كنت بهد نفسي، انا البيت اللي كنت قاعدة فيه كان 7 ادوار. كنت دايما اجيب الخرطوم من فوق لتحت. السلم ده مسحهم من فوق لتحت حيطان ارضية ازاي ما تعرفيش. اهلك نفسي اهلك نفسي، مفيش، اخلص من هنا الاقي نفسي بنزف. اروح للدكتورة تقول لي تقعدي اسبوعين في السرير. اسبوعين دي في نفس اليوم ما عدتش. انت جربتي تجربه الانتحار كم مره؟ انت بتعدي ولا بتفتكري؟ كذا مره. 3 مرات 4 مرات؟ ولا مره فكرتي فيهم؟ يعني اول مره خلاص ما كنتيش حاسه لسه بابنك، لكن بعد كده ما خفتيش انك تسيبي ولادك من غير امهم؟ الظروف بتحكم. في المره الثانيه عدت، الانتحار الثالث كان طرق مختلفة؟ يعني عايز اعرف الطرق اللي جربتي، يعني مرة برشام، مرة بتموتي نفسك بالاجهاد والنزيف المستمر. تمام. تجربة تالتة عملتي ايه؟ المرة التالتة انا كان برضو دخلت عيد، ونفسي برضو الافلام اللي كانت بتحصل كل عيد، نفس المشاكل اللي هو ما فيش خروج ما فيش دخول، باكل شاي ده احنا اللي هنجيبهولك، خليك قاعدة في البيت، تخرج ليه؟ اللي هو ايه، عيش لبيتك وخلاص. عيشة قحط معنى صح. فجيت حملت البنت التانية التالتة. تمام. من كتر الكبت اللي انا فيه وصبرة صبرة صبرة جالي انهيار عصبي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بقيت اصوت واصرخ وانهار وادب في الارض وانا مش حاسة انا بعمل ايه. اخبط وارزع واكسر في الدنيا عندي في الشقة، يقولوا دي مجنونة. جي بعديها واهم عليا، قعدت 3 ايام في غيبوبه. اللي هو سمع كل اللي حواليا بس انا مش عارفه افتح عينيا. لما كنت بتفوقي من الحالات دي كنت بتبقي مبسوطه ان انت رجعتي للحياه مره تانية، ولا كنت بتبقي زعلانه ان انت ما متيش؟ ساعتها الواحد بيبقى عامل زي التايه، مش عارف هو بيفكر في ايه. لحظه الضياع الواحد ما بيعرفش هو بيفكر في ايه، الواحد ممكن يفكر في 100 حاجه غلط، بس انا عمري ما فكرت في اي حاجه غلط. كل اللي كنت بفكر فيه لا اعدل من حياتي لا انهيها. طب قولي لي، جربتي تنتحري بطريقه عنيفه اكتر من كده؟ تقطعي شرايين ايديكي، تموتي نفسك؟ كنت ارمي نفسي سكينة. من البلكونه. كنت فعلا رايحه على البلكونه بجد رايحه ترمي نفسك؟ فكرت فيها دي، بس فكرت فيها وانا في عز المشاكل وانا في بيت اهلي. عايز تقولي ايه لنفسك؟ عايزه اقول لها حاجات كتير قوي، اني مهما كانت الصعوبات اللي في الدنيا الواحد لازم يبقى أقوى من كده. دي حالة داليا، لكن صابرين اللي هتشوفوها معانا دلوقتي ست عايشة مأساة مرض بناتها، ولأنها مش قادرة تعالجهم ولا قادرة تستحمل وجعهم فكرت إنها تموت وترتاح. تعالوا نشوف مع بعض حالة صابرين ونرجع مرة ثانية. بنتين تامر وياسمين عندهم مرض انيميا البحر المتوسط اللي هي ثلاسيميا، عايشين على نقل الدم كل 15 يوم او كل شهر حسب حالتهم. انا من ساعه تعب تامر وياسمين، اول ما عرفته جات لي جلطه في المخ،
وقعدت 6 شهور في البيت في غيبوبة. وبعدين ياسر جوزي باع الشقة اللي حيلتنا ليه التمليك يعني، وعملت العملية على حسابنا. كل سنة أو كل سنتين بروح أعمل أشعة رنين مغناطيسي يشوفوا الورم كبر أو كده. انتحرت بسبب عيالي الأول، وبسبب شحطتنا إن إحنا متبهدلين في شقة إيجار، حاجات كتير قوي، وبسبب أزمات مالية بنتعرض ليها وضغط. فما كانش حاجة قصادي غير إن أنا عاوزة مش أريح نفسي، أنا عاوزة أرتاح، أرتاح من حاجات كتير في دماغي. والله أنا مش يئست من الله سبحانه وتعالى، أنا يئست من الحياة ذات نفسها. تعبت من موضوع تمر وياسمين، وموضوع شحطتنا في إيجار كل شوية من ساعة ما بعنا التمليك بتاعتنا. شوية حاجات بهدلة خلتني يئست من الدنيا واللي فيها يعني. فروحت لما البراشيم في البيت كلها وشربتها وانتحرت، دخلت في غيبوبة تاني، وسبحان المعز أحياني تاني يعني. لما فقت ولقيت عيالي حواليا، وتمر تقول يا ماما يعني انت زهقتي مننا وتعبتي مننا ان انت تسيبينا، ما كانش عدي. انا ما زهقتش من عيالي او ما تعبتش منهم، انا تعبت لهم هم، بس مش بايدي حاجه اعملها تاني. اي شيء ربنا بيؤمر بيه معاهم انا بعمله بما يرضي الله يعني. جو تمر جنبي وياسمين بيأنبوني، تأنيب منهم اني تمر تقول يا ماما انت، انا عارفه ان انت زهقتي مننا وتعبتي. قلت لها حبيبتي انا ما زهقتش، بس انا تعبت لكم، مش بايدي حاجه اعملها تاني. اي شيء في ايدي انا بعمله. ألمهم قصادي وتعبهم بيقطع في قلبي من جوه، بيقطع في قلبي يعني. بس الحمد لله ربنا ما يعودها تاني ويثبت ايماني ان انا ما افكرش فيه تاني نهائي. لا، ما حدش يفكر في الموضوع ده خالص. الانتحار او ان انا يئست من حياتي او تعبت، ربنا بيدي كل بني ادم على قد صبره، وابتلاءه لينا رحمه في كل حاجه. الحاجات دي معرفتهاش غير بعد ما انتحرت، ان هو حاططنا في اختبار، حاططنا انا ببتليكي بشيء وانا عارف ان انت قده، لو انت مش قده مش هفتكرك بيه اصلا. فربنا يرحمنا برحمته الواسعه، ومحدش يفكر في الانتحار نهائي تاني، نهائي نهائي. لا، ما بخافش من الموت، هو ده شيء مكتوب علينا، بس لما البني ادم يختاره لنفسه يبقى اكيد هو يائس من كل حاجه. بس الحمد لله ربنا ما سابنيش، واقف جنبي جدا. هو بيحطني في اختبارات كتير، بس الحمد لله رب انا قد اختباراته ويقويني من عنده. بعد ما شفتوا معانا داليا وصابرين، عايزاكم تنتظرونا بعد الفاصل عشان نناقش مع بعض زيادة معدلات الانتحار في مصر، أسبابه، أشكاله، والأهم يا ترى طبيعي إن الانتحار يزيد في مصر بالشكل ده؟ وهل طبيعي إننا نلاقي الانتحار بقى ظاهرة في كل مكان؟ ريف، حضر، إبلي، وبحري، ناس كبيرة وشباب صغيرين، وحاجات كتير قوي هنتكلم فيها، ولكن بعد الفاصل انتظروني مع ضيوفي الكرام.